هنا يا مخرج ما في ملعقة شنو ندوش بدينا يا سلام يا سلام يا سلام يا انتاج الله يرحم اثنين جابوكم مفرول من الملاعب الشكل ما شاء الله تبارك الله بدينا اكل ملعقة كبيرة كم مرة ونصيح عليكم ما تسمعون الكلام اي والله نحتاج ملاعب نذوق فيها ايش وين الكلام ده ويش طبعا هنا طبخة الشباب طبعا الطبق شهي ما شاء الله تبارك الله طيب نمشي بالكبير لا مي زينة لا ما لين بكرة نجيب طيب ليش تفتح لا ساير ذوق الله يرضى عليك وعطنا ساير ذوق وعطنا النتيجة ليش أنت ساير ترى لا تحسب إنك سير ساير أرسل عليك شو اسمه نواف نواف تعال تفهم مع تكرة يهايط أجلس حبيبي نواف والله نعم أو نعم محزن من مليان يقول يفتح الرز حقكم بخربها عليكم تكفى تعال خذ الاربيس تعال قل سامحني استريح حبيبي تحمس شكرا نواف يا لب روحه بسم الله انا ما راح اقيم انت ما راح تقيم لا اليوم الله يستر ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله مبدعين ما شاء الله مبدعين انا اثني عليهم لين ينتهي الثناء يا اخي من وين جبتوا هذا الابداع كل مره اقول ابغى اغير هذه الفقره تبقى معنا يوميا يا اخي شيفات موجودين عطني تعابير فيصل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حركات معروفة في الأخير فايزين بسم الله الرحمن الرحيم أقول أبدعتوا وفالكم التوفيق يكفي أنكم اليوم عرفتوا طبخة جديدة وعرفتوا أن عرفتوا فوائد شو اسمه الملوخية وعرفتوا أنها تساعدك على النوم إذا كان متخبط تساعدك وتقوي الذاكرة بما أن في اختبارات أنا أنصح المشاهد يعني يشد حيله على عياله يكثر لهم ملوخية لأنها تقوي الذاكرة فان شاء الله انكم اليوم تاكلونها يا شباب كلكم الاربعه عشان يتعدل نومكم ولا سويت لكم رز الا اني ابغاكم تدقون انا خلاص انت بس ابغاكم تدقون ودق والرز ترى رز بشاور حبه طويله يعني هل كبروا حبه وانا بحمد بيشبعكم مشاهد الكريم العزيز